بالنسبة للعربية دي اشتريتها في 2008، مش أنا اللي اشتريتها تحديدا، هو أخويا الكبير مهندس صلاح هو اللي اشتريها. طبعا جددناها، وزي ما حضرتك شايف كده هي على حالتها زي ما هي طالعة من المصنع. العربية دي موديل 1934، بقالها تقريبا 91 سنة موجودة. العربية أنا بمشي بيها، هي مش استخدام يومي، يعني هي برضو العربيات الكلاسيك ما ينفعش تبقى استخدام يومي، يعني بطلع بيها مرة ممكن في الأسبوع، مرة كل أسبوعين، يعني في مناسبة في حاجة بخرج بيها. طلعت في كانت عمل درامي، كان مسلسل جراند أوتيل، وكان بيحاكي زمن الثلاثينات على ما أعتقد أو أربعينات، وهي طلعت في طول المسلسل كانت موجودة.